اهلا بيكم حبايبي طلاب وطالبات سنة خمسة ابتدائي، معاكم مستر وجد نبيل مدرس لغة انجليزية، هكون معاكم السنة دي ان شاء الله في شرح منهج تايم فور انجليش. الترم الاول 6 وحدات ان شاء الله نخلصهم على خير، واتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. عندي نبدأ يونت 1. يونت 1 بعنوان at the campsite. at the campsite يعني في موقع المعسكر. نيجي نشوف مع بعض. عندي بعض المفردات اللي هتقابلني، main vocabulary المفردات الرئيسية في الدرس الأول. عندي campsite، campsite or camp يعني معسكر أو مخيم. عندي بعد كده كلمة breakfast، breakfast يعني وجبة الإفطار. hungry، hungry يعني جوعان أو جائع، دي adjective. هنشوف الـ ADJ يعني adjective صفة. عندي بعد كده eggs، eggs يعني بيض. time، time يعني وقت. good، good، good يعني جيد أو كويس يعني adjective. الـ ADJ يعني اختصار adjective. بعد كده عندي beans، beans يعني فول. عندي بعد كده favorite يعني مفضل. عندي prepositions هتقابلني بعض حروف الجر. عندي next to، next to يعني بجوار أو بجانب. عندي بعض الكلمات التانية اللي هتقابلني. sunscreen، sunscreen يعني كريم واقي من الشمس. أنا بنطق لك كلمة مرتين علشان تركز في النطق. night، night يعني ليل. cheese، cheese لاحظ not a ch، cheese جبنة. rice، rice نطق الكلمة دي rice، السي سي ساوند. بعد كده cereal، cereal اللي هو طعام الحبوب يضاف إليه لبن اللي هو بنقول عليه cereal. بعد كده عندي كاميرا، كاميرا. بعد كده homework، homework يعني واجب منزلي. بعد كده عندي lunch، lunch يعني وجبة الغداء. وبعد كده عندي dinner، dinner، dinner يعني وجبة العشاء. وبعد كده عندي juice يعني عصير. نيجي بعد كده نخش على جزئية تصريف الأفعال. عندي regular verbs تصريف الأفعال زي ما أخدنا في سنة رابعة قبل كده، اللي هو عندي حاجة تصريف الفعل اللي هو عندي present وعندي past. present اللي هو المضارع، past اللي هو الماضي. عندي كلمة watch or verb watch، watch يعني يشاهد، الماضي بتاعه watched، watched. لاحظ نطق الـ ed تتنطق ت، ت sound. بعد كده عندي look، look يعني يبدو، looked. بالنسبة للأفعال الغير منتظمة اللي هو الماضي بتاعها مش بإيدي، الماضي بتاعها مش بإيدي، عندي wake up، wake up الماضي بتاعها woke up، woke up. عندي smell، smell ليها ماضيين، يا إما smelled or smelt، smelled or smelt. find، find يجد، found وجد. عندي verb to be am is or are. عندي am أو is ماضيهم was. عندي are ماضيها were. have and has لو يمتلك أو يتناول. have أو has ماضيهم had. بعد كده عندي can، could، can، could. عندي expressions برضو هتقابلني في الوحدة، هكون محتاج لها برضو. عندي it's time for breakfast. كلمة for يعني هنا دي preposition مع حرف جر for، حان وقت الفطار، ده وقت الفطار. بعد كده عندي smells good، smells good يعني رائحتها طيبة. my favorite، my favorite يعني الحاجة المفضلة لدي. عندي بعد كده language functions وظائف اللغة، نشوف مع بعض أكثر من جزئية. giving orders أنا لما باجي أعطي الأمر لحد، باجي أدي الأمر لحد بقول له اعمل كذا، اعمل كذا او نفذ كذا، بستخدم الفعل في المصدر، الفعل في المصدر، الفعل بدون اي اضافات، بدون ing، بدون ed، بدون s، بدون es، بدون اي حاجة. عندي مثال، عندي wake up مونا، wake up مونا، اصحي مونا، استيقظي، فوقي. تمام. عندي بعد كده جزئية تانية number 2 asking about and telling the time. الجزء ده حبايبي خد نفس سنة تالتة لو تفتكروا، تالتة ابتدائي. telling the time بسأل what time، بقول what time is it، what time is it. عندي مثلا الساعة 7 it's 7 o'clock، it's 7 o'clock.
عندي بعد كده نمبر 3 asking about the prepared food، الطعام المعد. دلوقتي ماما حضرت لك حاجة جميلة، انت هتقول لها طب يا ماما هنفطر ايه او هنتغدى ايه او هنتعشى ايه، بتقول what's، بتقول what's for وبعدين الوجبة، what's for وبعدين الوجبة، what's for breakfast، what's for lunch، what's for dinner، وهكذا. طبعا هي تقول لك we are having beans and eggs، احنا عندنا، انا عامله لك يا حبيبي كذا وكذا، we are having beans and eggs، لدينا او عندنا مثلا فول وبيض. نيجي بعد كده asking about a problem، عندي مشكلة، عايز اقول لواحد ايه المشكلة، في ايه، ايه المشكلة اللي عندك، بتقول what's wrong، what's wrong، what's wrong يعني ما الامر، ماذا بك. عندي بيبي رون، I can't find my sunscreen، I can't find my sunscreen يعني مش لاقي الكريم الشمس، الكريم الواقي من الشمس الخاص بتاعي. لاحظ ان كان or can't بيجي بعدها فعل في المصدر، بيبقى عندي فاعل وبعد كده can or can't يجي بعدها الفعل في المصدر. عندي بعد كده عايز احدد مكان شيء ما، يعني مكان عايز اقول الحاجة دي موجودة في المكان الفلاني، next to، under، above، on، وهكذا. عندي preposition اللي انا بستخدمه next to، بقول مثلا it's next to your camera، it's next to your camera، انها او الحاجة دي موجودة جنب الكاميرا بتاعتك. بعد كده oh there it is، oh there it is. عندي جزء مهم خاص بالكلمات اللي هو الكامبينج اكتيفيتيز، الكامبينج اكتيفيتيز اللي هو خاص بالدرس الثاني. عندي الأنشطة أو أنشطة التخييم أو أنشطة المعسكر، نقرأ مع بعض، معايا 8 أنشطة نقراهم. cook breakfast، cook breakfast يعني بيعد أو تطهو وجبة الفطار. listen to stories، listen to stories يعني يستمع إلى قصص. laugh at jokes، laugh at jokes، لاحظ إن الـ gh تلفظ فا، laugh at jokes. بعد كده عندي تتسلق جبلا يعني climb a mountain، climb a mountain. عندنا البي سايلنت، البي سايلنت هنا الكلمة آخرها ام بي، فالبي بتكون سايلنت، زي كلمة لام مثلا خدناها قبل كده، لام يعني خروف صغير. عندي بعد كده watch the sunrise، watch the sunrise يعني يشاهد شروق الشمس. عندي بعد كده play cards، play cards يلعب او تلعب كوتشينه. بعد كده wash the pots and pans، wash the pots and pans يغسل الاواني والطاسات. clean the tent، clean the tent يعني ينظف او تنظف الخيمه. نيجي لتصريف بعض الافعال regular verbs، الافعال المنتظمه حبايبي اللي هي الماضي بتاعها بنضيف له ed او d، ed او دي، لان انا ممكن الاقي الفيرب منتهي باي اذا كان منتظم زي كلمه يوز فبقول يوزد، بقول ايه يوزد. نشوف مع بعض، عندي كوك، كوكت، لاحظ الاي دي نطقها ت، ت ساوند سوري. لاف، لاف، لاف يعني يضحك، مضيها لافت، لافت. عندي كده بعد كده واتش، واتش، واتشت، watched. عندي wash، washed، washed. عندي want، want يعني يريد، wanted، wanted. لاحظ نطق ال ed في لها ثلاثة نطق مختلف اشرحهم في فيديو منفصل بعد كده. لاحظ ان عندي زي cook و laugh، watch، wash، ال ed بتبقى ت، يبقى cooked، laughed، watched، washed. عندي want يريد، wanted، wanted لو منتهي بتي الفعل، واذا اخره اي دي بتبقى اد، اد ساوند، wanted. عندي use، use يعني يستخدم. عندي بعد كده listen، listen يستمع، listened. climb، climbed. play، played. clean، cleaned. drop، drop، dropped، dropped. عندي بعد كده regular verbs اللي هي الافعال الغير منتظمه اللي هو بيكون الماضي بتاعها مش بايدي. عندي على سبيل المثال عندي see يعني يرى، saw، saw يعني راى.
عندي think يعتقد أو يفكر thought. نيجي للجزئية المهمة قوي، جزئية الـ structures، والنهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها the past simple tense with regular verbs اللي هو زمن الماضي البسيط. حبايبي الحلوين، أنا عايز أفهمك الدرس ده أو القاعدة دي ببساطة جدا. بنقول إن الماضي البسيط هو زمن بنستخدمه عن حاجة أو فعل تكون حدثت في الماضي وانتهت في وقت محدد. مثلا أنت لعبت كورة امبارح، فبتقول مثلا I played football yesterday، يبقى أنت حددت لعبت كورة امبارح مثلا. او نشوف الكلمات الداله على الزمن اللي هي ايه. عندي على سبيل المثال بيتكون من ايه، عندي الزمن ده بيتكون من الفاعل، وبعدها الفعل في المصدر، وحطه الفعل في المصدر هضيف له اي دي او اي اي دي على حسب الفعل. بقى عندي مثال هنا، عندي I watched the sunrise. I watched the sunrise yesterday. الاي هو الفاعل، watched اللي هو الفعل الماضي، the sunrise، وبعد كده التوقيت المحدد اللي هو yesterday. عندي بعد كده she cleaned the tent 2 hours ago. 2 hours ago يعني منذ ساعتين. she هي cleaned نظفت the tent 2 hours ago. نرجع ونقول تاني ان التكوين بيكون الفعل اللي هو عندي مضاف له ed or d or ied على حسب. هنشوف ازاي بنعمل الاضافات دي. عندي كلمة wash ماضيها washed، دي افعال منتظمة بتضاف ed في معظم او في نهاية معظم الافعال المنتظمة. عندي كلمة climbed. عندي bake اذا كان الفعل المنتظم منتهي بايه بضيف دي فقط، فعندي baked. عندي lived. عندي بعد كده اذا انتهى الفعل بواي، بس خلي بالك اذا منتهي بواي مسبوق بحرف ساكن، يعني زي كلمة cry، عندي cry منتهي بواي مسبوق بحرف ساكن، بحول الواي الى اي ثم اضيف ed. عندي cried. عندي study studied. عندنا واي، عندنا دي حرف ساكن بتحول الواي الى اي ثم اضيف ed. خلي بالك عندي play يا مستر واجد، طب وهي play منتهي بواي لكن مسبوقة بحرف متحرك اللي هو احد الحروف A-I-O-U-E، تمام؟ play، خلي بالك play منتهي بواي ما فيش مشكلة، لكن قبل الواي حرف A، ده من الحروف الفاولز، بتبقى يبقى كما هو الواي وتحط ED، زي played. عندي stayed وهكذا. عندي اذا كان بعض الافعال بتنتهي بحرف ساكن، حرف ساكن مسبوق بحرف متحرك. عندي مثلا كلمة drop اللي قدامي دي منتهي بحرف ساكن البي، وقبله حرف او ده vowel، بنضعف الحرف الاخير قبل اضافة الاي دي، فبقى عندي بقول dropped. عندي stopped وهكذا. عندي بعد كده الكلمات الدالة على الزمن. انا امتى اقول ان زمن ماضي بسيط؟ بيكون عندي بعض الكلمات. طبعا الموضوع ده او الدرس ده له تفصيلات كتير، لكن انت بتاخد على قد ما يخص سنة 5 ابتدائي. عندي الكلمات الدالة، عندي yesterday يعني امس، ago يعني منذ، بعد كده عندي once يعني ذات مرة. لما بتيجي تحكي قصة او حكاية فغالبا انت بتستخدم الماضي البسيط. عندي كلمة last دي ممكن يجي وراها حاجات كتير. عندي مثلا last week الاسبوع اللي فات، last month الشهر اللي فات، last year السنة اللي فاتت، etc يعني وهكذا او الى اخره. عندي بعد كده جملة she cleaned the tent yesterday. عندي جملة كاملة الاركان، she اللي الفاعل، cleaned الفعل الماضي، the tent المفعول، yesterday اللي هو الزمن. نفس الكلام عندي They played cards last week. عندي الفعل في زمن الماضي، عندي cards المفعول، last week الكلمات الدالة على الزمن. عندي بعد كده النفي.
بنفي الجملة ازاي يا مستر وجدي؟ بقول لك انك بتجيب الفاعل، بتجيب الفاعل وبحط بعديه didn't، وبعد كده ارجع للفعل في المصدر. ارجع للفعل فين؟ في المصدر اللي هو الفعل بدون اي اضافات انا عارفها، بدون اس او اي اس، بدون اي دي، بدون اي ان جي، او بدون اي حاجه. الفعل في المصدر، الفعل في شكله الاول. نشوف جمله مع بعض. عندي they listened to stories last week. طب انا عندي listened، هنفيها ازاي؟ هنزل they زي ما هي، عندي بحط didn't or did not، didn't، ورجع الفعل في المصدر. المصدر يعني الفعل بدون اي اضافات. يبقى اقول they didn't listen، ما ينفعش اقول they didn't listened. ارجع احذف الاي دي من الفعل عشان يرجع الفعل في المصدر، واكون الجمله، اكمل الجمله زي ما هي، two stories last week. بعد كده الجمله الثانيه مثلا، he washed the pots and pans yesterday. هعمل ايه؟ he زي ما هي، didn't بنزلها، wash اي الفعل في المصدر بعد حذف الاي دي اللي هي الكلمه او الحرفين الدالين على الماضي، وبعدين اكمل كلام زي ما هو، the pots and pans yesterday. عندي بعد كده السؤال ب yes or no. السؤال بهل بعمل ايه؟ طبعا بجيب did، بسال، بحط did في الاول، وبعد كده الفاعل، وبعد كده الفعل في المصدر. لاحظ ان المصدر بستخدمه عند السؤال والنفي، عند السؤال والنفي. اقول مثلا هنا عندي مثال، did you cook breakfast yesterday؟ في السؤال بتعامل مع المصدر، did you cook breakfast yesterday، استخدمت did وبعد كده الفاعل ثم الفاعل في المصدر. ما ينفعش اقول did you cooked، ما ينفعش اقول did you cooked. بجاوب طبعا عندي yes or no، yes or no. لو جاوبت بyes بتبقى yes I did or no I didn't. عايز تجاوب اجابه مختصره no I didn't ما فيش مشكله، عايز تجاوب اجابه طويله مثلا no I didn't وتقول الحاجه اللي انت عملتها صح اللي هي I played cards yesterday. عندي بعد كده مثال تاني، did she listen to stories، did she listen to stories last week. عندي اجابه مختصره yes she did او no she didn't. لو انت قلت no she didn't وعايز تقول الصح، طالما انت قلت no she didn't، no she didn't she climbed a mountain last week. طيب عندي بعد كده جزء الخاص في الفونكس، ده مهم جدا جدا جدا. عندي حرفين ال ch لما بيتلفظوا ch، عندي ch او sh. دايما ال sh مبدئيا نطقها ش، ال sh دايما ش، لكن ال ch هنشوف نطقها ازاي. عندي سي اتش في الكلمه الاولى، عندي كرسي يعني chair، عندي chair سي اتش chair، او السي اتش تلفظ تشا برضو في كلمه تشيز. عندي بعد كده الاس اتش fish. عندي sheep dish. عندي shirt. نشوف بعد كده لفظ التي اتش، احيانا نقول ذا او ثا، عندي تلفظ ذا، عندي كلمه mother، عندي كلمه mother، عندي تلفظ ثا زي كلمه ثري. عندي البي ار برا. لاحظ حبايبي ان مفيش فاصل زمني بين حرف البي والار. يعني ايه فاصل زمني؟ يعني بقول برا، يعني هنا كلمه bread، هنا عندي كلمه bring يعني يحضر، مش bring. عندي دي bread وعندي دي bring. عندي بعد كده present بي ار، ما فيش فاصل زمني برضو بين البي والار. present green grass. عندي التي ار والدي ار والسي ار. عندي tree يعني شجره. train drum cry creek يعني جدول مائي صغير. عندي بعد كده الاس ال، كل دول ما فيش فاصل زمني علشان ما كررش على طول. الحروف الاس ال او البي ال او الاف ال او الاس ان، دول ما فيش فواصل زمنيه. فواصل زمنيه يعني بقول الحرفين يعتبر لازقين في بعض كده. يعني عندي هنا كلمه سلايد play plane طائره plum
flower, fly, sneeze, spoon, spin, spider, smile, smell. طبعا عندي جزء مهم قوي اللي هو خاص بالconversation time اللي هو الconversation الخاص بالوحدة. عندي نقرأ مع بعض بين هودا and مونا. هودا wake up مونا. wake up مونا. مونا بترد what time is it هودا؟ الساعة كام يا هودا؟ قالت لها هودا بترد عليها بتقول لها it's 7 o'clock. it's 7 o'clock الساعة 7. it's time for breakfast دلوقتي وقت الفطار يلا. بعد كده منى بترد عليها بتقولها good I'm hungry. I'm hungry يعني أنا جوعانة. smells good. smells good. what's for breakfast عملنا إيه في الفطار النهاردة؟ هدى بترد عليها بتقولها we are having beans and eggs. we are having beans and eggs عندنا فول وبيض. بعد كده منى يم يم my favorite. my favorite. تيجي بعد كده الجزء writing time. عندنا السؤال ده او الجزئية دي بيجي لك صورة في الامتحان. بيبقى السؤال السابع في الورقة الامتحانية بيجي لك صورة وبتكتب عليها 4 جمل. look and write a paragraph of 4 sentences. بيبقى عندك صورة وبتكتب عليها 4 جمل. انا ادي لك مثال محلول وبعد كده ادي لك مثال انت تحله كواجب ان شاء الله. عندي الصورة اللي قدامي دي مكتوبة. عندي ادي صورة قدامي الحل بتاعها yesterday I was at a campsite. I was at the campsite. at a campsite. جملة تانية my brother watched the sunrise. my brother watched the sunrise. جملة التالتة my sister climbed a mountain. my sister climbed a mountain with her grandmother. بعد كده الجملة الرابعة it was a nice day. it was a nice day يعني انه كان يوم لطيف. عندي دلوقتي breakfast time. انا جايب لك صورة قدامك look and write a paragraph of 4 sentences. انت بتبص وتكتب فقرة من 4 جمل انت تحلها بنفسك. حبايب الحلوين اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم اللي هو يونت 1 ان شاء الله بداية طيبة. يونت 1 اللي هو عنوان at the campsite. ما تنسوش دعمكم للقناة لايك وشير. ولو ما كنتش اشتركت معنا في القناة تشترك دلوقتي وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. تحياتي مستر وجدي نبيل.